مساء الخير سنور الاسم شريف فاروق. شريف، هقول لك 3 كلمات هتحطهم في موقف تمثيلي مدته دقيقة. الـ3 كلمات هما لمبة، عربية، وعجلة. لمبة، عربية، عجلة. أول حادثة عملتها وأنا صغير كان ليها علاقة بلمبة. كنت وأنا صغير عندي لمبة سحاري في الأوضة، كانت دايما بتشدني، بتشد انتباهي. فكنت لوحدي في الأوضة، رحت عند اللمبة عايز أمسكها بإيديا، قامت مكهرباني ولغاية دلوقتي معلمة في صباعي. دي كانت أول حادثة ليا في حياتي، كان عندي تقريبا 2 سنين. بالنسبة للعربية، أنا عملت حوادث كتير بالعربية بصراحة، بس عمري ما عملت حادثة قوية. بس دايما من بعد الحوادث الكتير اللي كنت بعملها بقى عندي رهبه من السواقه، بقيت اقلل السرعه بتاعتي، بقيت ان انا ما اسوقش بتهور، بقيت اخد بالي في الطرق، التزم بالارشادات بتاعه الطريق. والحمد لله يعني لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس معايا. العجله ليها قصه كويسه معايا، لان انا اول مره في حياتي اجرب العجله ظبطت معايا. يعني قلت هجربها، ما حدش علمني، قلت انا هطلع ويا تيجي يا ما تجيش. طلعت جت معايا، قمت واقع في الميه. فدي كانت قصة ثالثة حادثة يعني مع العجلة والعربية واللمبة.